الشمال وكده. ايوه هنا واحد مسلسل اخر بروجا استاذ بس هنا هنا واحدة هنا. ايوه هنا هنا محمد فاز ايضا وباجماع اراء لجنة التحكيم مسلسل صلة رحم. يقدم حبيات فوز المسلسل الدكتورة هدى عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. مبروك يا استاذ. ورانا كده. ايوه. ننجز بس يا جماعه عشان التصوير لو سمحت. ممكن لو سمحت. يلا اسلام. استاذنكم يا جماعه. ماشي. كل ما تنزل نحن شايفين يعني الفنان اسمه ابراهيم هنا في كريم يا عمر أستاذة هودة تقوم بتسليم جوائز مسلسل صلة رحم ونشوف مع بعضكم المسلسل.
مسلسل سلة الرحم إنتاج شركة الصباح إخوان، ويتفضل الأستاذ علي حسن على الإنتاج يتسلم في جائزة متميز بجانب الإنسان. المؤلف الأستاذ محمد هشام عبيد. المسلسل الفائز بجائزة لجنة التحكيم مسلسل كامل العدد.